انت خايف من رموشي يوجعوا ما بيوجعوش دول ملزقين يا حبيبي، ولا خايف من اكستنشناتي يوجعوا لا ما بيوجعوش دول مخيطين يا حبيبي، ولا اقولك طب وحبك غصبا عن امك راح تحب دمبك ايه دمبك بحب هو بعد الحب زوج ايه ما زوج. تعال ميلانا تعال العب فيك شوي، تعال ادل لك شقلوبة، تعال اعمل جون سينا. يا جون سينا شوفوني العب انا وميلانا جون سينا، ما عندكم هذه الفعاليات. تعرفوش انتو تعرفوش فعالياتنا انا وميلانا. تاخذ معك ميلان، الله ياخذ ميلان معايا للجرف. تتحداني تتحداني اذا كلب ابن كلب، تعال تحداني. صحيح يا وجهك. جالس طالع فيا يقول مين الكلب فينا؟ يا الله دعي تحولت، دعي استكلبت. ليش عايشة بتركيا؟ مطرودة. روح في قصة الحزينة موجودة باليوتيوب، اكتب لماذا دعاء في تركيا تطلع لك قصة الحزينة. مطرودة أنا والكلب، طردوني أهلي، قالوا لي انقلعي يا من قوفة الجند، يا من حقوت الجد، يا ملعونة الجنف، جحفلوني أهلي جحفلوني. ما كنت أتوقعها منهم، ما كنت أتوقعها. انتي جزائرية صح؟ لا أنا مغربية. ما بدي قستت مرارتي ما تستحمل. شنو برجك؟ برجي برج خليفة. إلا أنا أبو السماجة. إيش دخل؟ أستغفر الله العظيم. يا الله يا جماعة، مين بده عندي من السماجة زايد؟ مين أبيع له سماجة؟ عقلت والله عقلت. استخدم الحنة لشعرك، الله لو استخدمت له الحنة استخدمت له الغسول ما يضبط، خلص شعري فقدت فيه الأمل. هو بده يطول أنا ما راح أعمل له شيء. ليش طردوك يا أهلك؟ طردوني قالوا لي روحي انقلعي عشان أنت عندك الكلب
طردوني، قالنا يا احنا يا انت يا الكلب بالبيت. وانا لاني كرامتي نحت علي انا والكلب، كمان ميلانو نحت عليه كرامته. طلعنا انا والكلب ايدنا في بايد بعض، وطلعنا انا وياه ورحت جلست جنب الجامع. لما جلست جنب الجامع لقيتني عائلة تركية، لقيتني عائلة تركية تمام، وقالت لي نتبناكي. قلت لهم اوكي، واخذوني معاهم تركيا هون. بعدين اخذوني بيت وصاروا يشغلوني انا وميلانو، انا شغالتهم اغسل الصحون وميلانو يمسحها تمام. وتعب مسكين ميلانو وانا تعبت، وبعتوا ميلانو يجيب اغراض من الدكان ومسكين، ويلحقوا كلاب السكاك ومسكين تعذاب، ويجي مسكين معضوض من ديله يعضوا الكلاب تبع الشوارع، لأنه هو أبيض وكيوت يطمعون فيه الكلاب بالشوارع تمام. فأنا أخذت بعضي وأخذت كرامتي، عشان أنا إلا الكلب أنا ما أرضى عليه. أخذت ميلانو مسكين بعد ما تحمل الآلام، وهربنا من العائلة التركية. لما هربنا من العائلة التركية صرنا نجول 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 في الشوارع، تشردنا. ميلانو ياكل عظام تبع زبالة، وانا يعني امصمصها. المهم تشردنا وكذا. بعدين رحت ورحت السوق تمام، رحت السوق جاتني حالة يأس تمام، وجاتني حالة يأس، وقلت اني خلاص ما راح اقدر استحمل اكتر، لازم اعطي ميلانو العائلة تصونه وتحافظ عليه وتدلله، انا فقيرة ما راح اقدر اربيه. المهم رحت للسوق عشان ابيع ميلانو، المهم جلست بعدين جلست بالسوق الساعة 10، ما لقيت يعني جاهم غالي كلبي، لأنه كلبي كنت في أيام لما كنت غنية كنت اشتريته تمام، ولازم أبيعه لعائلة غنية، يعني ما لازم يتشرط، لازم أحد يعتني فيه. فإجي واحد قال لي أنا بدي أشتري منك الكلب، بس ما أربيه، أبي بس يعني لازم نشوف هذا وش يبي. نكمل ايش في المهم انتو حبيتوا القصة ولا شو؟ اوكي نكمل لكم، لسه متأثرين اكمل ولا راح الحماس؟ المهم وين وصلنا؟ من وصلنا يا جماعة؟ بالسوق. رحت للسوق ببيع ميلانو تمام. أنا رحت وكان حر، كان مرة حر، وكانت ريحتي صنة وريحة ميلانو صنة تمام. ورحت وصير أمشي وأنا أمشي مرتفع القاعدة. المهم رحت تمام، غسل الكيل، فرق ساكيل، طيسف الكيل، فلح ساكيل، ما حزل، شحط الكيل، شو اسمها هذه الكيل؟ نم تكح الكيل، كذب الكيل، شو اسمها؟ طفح الكيل. طفح الكيل مني، وقلت انه خلاص بروح بتبيع ميلانو، عشان انا خلاص لازم ميلانو يعيش حياته الكلابية ويشوف كلاب نضاف بدل العيش القرف اللي عايشها معايا والنكد تمام. انا رحت وسيرة جالسة بالسوق تمام، انتظر احد يشتري الكلب. بعدين اجا
قال لي واحد خلاص انا بشتري. قلت له اوكي ابشر. السعر 3000 دولار. قال لي 3000 دولار؟ لا ابي بس الكلب، ما ابيك معاه. قلت له احترم نفسك يا ولدي، الكلب انت ايش فيك؟ قلت له احترم نفسك غلا. المهم انا عصبت جحشت ثاني، قلت له ما راح ابيع لك الكلب، ورحت مسكت الكلب ورحت ثاني بكرامتي، عشان انا الموت ولا المدلة، انا الموت ولا المدلة، انا ما اسمع. انا اوكي بقراينات بس لا ما اسمح كده. المهم رحنا انا والكلب، ورحنا ندور على اكل، رحنا ندور على اكل تاني، ندور على اكل تاني، ندور على اكل. طبعا ميلانو سهل يلاقي المكان، اي عظام يقزقز فيها. المهم انا شو قلت خلاص انا لازم اوقف على يعني اوقف على رجلي، اكون نفسي واصير عندي فلوس عشان اعرف اعيش انا وابني، انا وميلانو. تمام خلاص قررت، وهذا القرار محسوم. المهم انا خلاص ميلانو نزل 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 مع ولدك، نزل 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 نزل. المهم جيت أبانا طببي. المهم ما أعرف خلاص أنا رحت وبديت أدور على كيف أكون نفسي وكذا. المهم رحت لقيت هذا، لقيت مكان مثل براكة، تعرفوا يعني براكة؟ يعني بيت قصدير، يعني بيت بس من مرقع. تمام نمت انا وميلانو، جلسنا نمنا انا وياه نايمين 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 نايمين. المهم صباح الصباح، فانا قررت اني خلاص. المهم انا كنت لما طلعت من عند اهلي كان عندي تليفون. تمام قلت اروح ابيعه عشان اجيب اكل. رحت ادور بعدين جاتني فكرة في بالي، قلت يا دعاء يا كلبة ليش تبيعين تليفون؟ انت ممكن بالتليفون تجيبين فلوس. شلون؟ صرت اقول لنفسي شلون؟ قالت لي لازم تصيرين مشهورة. قلت لها تصيرش مشهورة؟ كيف اصير مشهورة؟ قالت لي ارقصي. قلت لها ما اعرف ارقص. قالت لي طيب غني. قلت لها ما حد يسمع دندنتي. قالت لي طيب شوفي شو تسوين انت وجهك صغير، اعملي قرينات وامسكي رينج لايت ودوريها على اي مراية خضار او مراية حلاق او اي شيء، وسوي حركات بعيونك. قلت لها ما راح يضبط. قالت لي لا راح يضبط جربي. قلت لها اوكي. المهم رحت سويت الفيديو الاول، بعد ما حد عمل لي فولو ولا حد عبر امي، بس ميلان جاني 3 فولو، انا وميلانو وكلب واحد ثاني كان رفيق ميلانو، كانوا اصدقاء وبس. المهم انا جاني اكتئاب، عملت فيديو ثاني ثالث رابع خامس سادس، بعدين صاروا الناس يقتنعوا. المهم صاروا يعملوا لي فولو كده، بعدين انا انشهر. تمام انا قلت لما انشهر بيصير عندي مصاري، اشوف نفسي انشهرت ولا عندي مصاري ولا طفرت اكثر، يعني اكثر حتى العظام اللي كان يقزقز فيهم ميلانو ما صرت الاقيهم بالشارع. المهم بعدين صرت رحت شو اسوي، خلاص طفح في الكلب. رحت ولقيت واحد بنت بالشارع. تمام لقيت بنت بالشارع، ضحكت عليها، قلت لها شوفي انا بربيكي انت والكلب تبعي لكن بشرط. قلت لي وشنو؟ قلت لها تروحي تشتغلي وجيبي لنا المصاري انا وميلانو. ضحكت عليها قلت لها، قالت لي اوكي.